عملية تكبير الثدي من العمليات اللي بتغير كتير جدا في نفسية المرأة، لازم تتعمل بطريقة فيها حرفية جامدة جدا، عشان في قياسات ومعادلات معينة بنعملها عشان نوصل للحشوة أو الحجم المثالي لثدي الأنثى. المعادلات دي لازم تتعمل باحترافية، ولازم الطبيب المتخصص يكون على دراية بيها عشان يديها أحسن نتيجة. كل التطورات اللي حصلت في تصنيع مادة الحشوة أو الكوهيزيف جيل اللي احنا بنستخدمه بتحصل كل يوم عشان تبقى العملية أكثر أماناً وأكثر فعالية. وإحنا إن شاء الله عندنا فريق طبي متكامل كله من الاستشاريين والخاصين على مستوى عالي جداً عشان يقدموا لكم الخدمة الطبية على أعلى مستوى.